لكن انا ما ادري ليش ربعنا ان المباراه يا جماعه 90 دقيقه. هاي نفس الكلام اللي قلناه على السعوديه والمباراه، كنا نقول على المغرب، والمغرب كانت فرصتهم افضل بعد ان يحققون التعادل يعني، وخاصه ان انت عندك امل. لعبوا 90 دقيقه ها، لعبوا المغاربه، لعبوا المغرب لعب وضيع ها، وضيع عدل لعبوا، وكانوا وايد افضل من السعوديه كخطوره، كان يمكن السعوديه كاستحواذ وهذا، لكن المغرب وضد عدل وضد البرتغال وهذا، لكن لعبوا. لكن انا اعتقد انه يعني لازم في حافز، لازم في تكتيك مدرب، في شيء ان على الاقل تجيب له جول، ما يبت جول عدل. وانا اقول المغرب كانوا زينين وفعلا يستحقون على الاقل التعادل في المباراه هذه، اذا مو فوز تعادل، ما يخسروا. وما الفريق كان لا. زين شنو اكثر شيء زعلك، خساره المغرب ولا السعوديه ولا ايران؟ صراحه والله لا والله امانه لا السعوديه امانه لان ما لعبوا، ولكن خساره المغرب امانه ليش؟ لان فريق فعلا مو ايران لا لا ايران والله دوله اسلاميه بعد ما يرضون تتكلم عليهم هذا لا يعني لان لا ايران لان شيء ان لهم امل في المباراه الثالثه بس المغرب والسعوديه اطلعوا من المنافسه هذا اللي ضيق خلقنا شوي اكيد.